مثل ما ذكرنا بالبدايه انه الاليكزير ممكن ينقسم الى non-medicated elixir and medicated elixir إذا نبدي ب non-medicated elixir non-medicated إن ذا preparation of بريسكريبشن uh, يكون مفيد uh, بتحضير بعض البريسكريبشن تو uh, ways أول طريقة uh, هي the addition of a therapeutic agent to a pleasant testing vehicle يعني عندنا non-medicated elixir وأضيف له uh, therapeutic agent أضيف له

the pharmacist should concerned with the solubility and the stability of the drug substance in the water and الكحول أكيد آه, عندي عندنا drug substance وعندي non medicated elixir فمن نجي اختار هل آه, الإكسير أكيد لازم نهتم بأول شيء solubility of the drug substance بالإكسير بالإكسير اللي اخترناه Uh, هل هذا الدراج سبستانس هو ووتر سوليبل او الكحول سوليبل وبهالحالة بهالحاله راح تاثر على uh, uh, نوع النون ميديكيت اللي نختاره وايضا الـ stability اوف ذا drug substance ان this uh, uh, vehicle which تشوز to prepare uh, 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 the uh, 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 فلازم نهتم بالسوليبلتي stability if hydroalcoholic vehicle is selected the proportion of alcohol should be only slightly above the amount needed to affect and maintain the drug solution يعني إذا اخترنا أنه the drug substance أذوبة ب hydroalcoholic solution يعني أذوبة ب non medicated elixir آه كمية الالكحول اللي اختار بهذا الالكزير لازم تكون آه, آه بصورة بسيطة أكثر من الكمية المطلوبة حتى نضمن آه آه ونحافظ على ذوبانية الادراج ان ذس سوليوشن يعني اذا الدراج مثلا يحتاج نسبة كحول عشرة بالمئة حتى نحافظ على الذوبانية ما يحتاج ان نختار عشرين بالمئة كحول لا يكفي ان نختار عشرة الى يكفي ان اختار بكمية قليلة شوي من حتى نضمن ذوبانية المادة الدوائية بهالهايدرو الكحوليك فيهيكل ايضا من ضمن الاشياء اللي ممكن راح نستفاد بيها من النون ميديكيتد اليكسير نون ميديكيتد ذكرنا انه ممكن اضيف له ثيرابيوتيك ايجنت ايضا النون ميديكيتد اليكسير ممكن استخدمه ان ديليوشن اوف ان اكزيستد ميديكيتد اليكسير عندي مثلا ميديكيتد اليكسير وكونسنتريتد طبعا ايش اقصد كونسنتريتد كونسنتريتد ميديكيتد اليكسير بالنسبه لايش بالنسبه للماده الدوائيه اللي موجوده بينه فاريد اليكسير uh, يحتوي على مثلا تركيز اقل من الماده الدوائيه ممكن اخففه A non medicated elixir when a pharmacist is called to, uh, called on to dilute an existed medicated elixir the non medicated elixir ho, he or she select as the diluent should have ايش المواصفات ال, 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 ال non medicated elixir اللي ممكن استخدمه بالديليوشن uh, should have approximately the same alcoholic concentration as the elixir being diluted يعني اذا the ال, ال, concentrated medicated elixir بينو تركيز الكحول 10% أختار نون ميديكيتد إليكزير بينو تركيز الكحول أيضا 10% same الكحول content أنا راح أخفف فقط المادة الدوائية صح فنفس كمية الكحول بالميديكيتد والنون ميديكيتد نفس الكونسنتريشن الكحول uh, لازم أختاره أيضا

وحتى لا يصير اكو تعارض بالنكهات أه ايضا الكلر اذا كان الميديكيتد إليكزير مثلا لونه احمر او لونه وردي نختار اللي اخفف بينه النون ميديكيتد نفس الكلر حتى لا يصير اكو تعارض وما يتخفف عندنا درجه الطعم واللون اللي موجود بالكونسنتريتد الكزير اللي موجوده بالكونسنتريتد ايضا وايضا هذه دائما اذكرها all components should be chemically and physically compatible all components should be chemically and physically compatible تكون اكو compatibility وما اكو اي تعارض بين المواد اللي راح استخدمها واخلطها حتى اخفف ال concentrated elixir اذا هذه الفائدتين اللي من فوائد ال medicated elixir اول شيء ممكن اضيف له therapeutic agent ثانيا ال non medicated elixir ممكن استخدمه واخفف بينه an existed medicated elixirs

أروماتيك إليكزير uh, U.S.P. Uh, the aromatic elixir is the most widely used uh, non-medicated elixirs. Uh, it is rather uh, simple a uh, preparation, uh, but it is uh, have a difficulty to prepare it in small uh, quantity. Uh, aromatic elixir it consists of compound orange spirit. طبعاً compound orange spirit يحتوي على orange يحتوي على uh, lemon يحتوي على coriander and anise oil يحتوي على هذه أربع أنواع الأويلز Uh, ايضا الاروماتيك اليكزير يحوي على شجر والكحول ووتر اند طال. The difficulty to prepare it in small quantity arise from uh, loss in volume result from the repeated filtration about 10 to 20% of volume is lost due to this step. Uh, الاروماتيك اليكزير حتى نحصل على clear product يحتاج انه ينعمل uh, repeated filtration, refiltration, refiltration حتى نحصل على your product هل يؤدي الى 10 to a 20% percent of volume

أيضا إلى preparation before filtration هل ingredient بالإضافة إلى الطاقة حتؤدي إلى أن rate of filtration يكون بطيء يكون بطيء فهذه ال two uh, difficulty ومثل ما ذكرنا نحتاج أن نعمل repeated filtration حتى نحصل على clear product uh, uh, بهالحالة uh, 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 ممكن يصير أكو فوليوم يوصفة it is difficult to prepare aromatic elixir in small quantities Uh, both the following suggestion make it possible for elixir to made uh, for aromatic elixir to made it more rapidly اول شيء dissolving the sugar in filtrate to increase the rate of filtration يعني uh, الشكر اضيفه بعد ما اعمل filtration بعد ما نعمل فلتريشن نضيف السكر وايضا حتى نحص يعني نصنعه بصورة سريعة ممكن استخدم تربين ليس اويلز اللي هي تكون water soluble to avoid the difficulty occur in a preparation اللي هي ال يكون نون كلير نتيجة لوجود التربينس اويل uh, لا بس استخلص التربينس اويل واستخدمه اللي هي تكون مور ووتر سوليبل بهالحاله راح نقلل من الكلاود بهالحالة راح نقلل من الانسوليبلتي اوف سم انجريدينت ذات بريزنت ان كومباوند اورنج سبيريت ان كومباوند اورنج سبيريت وبهالحالة من خلصنا من الكلاود ما راح نحتاج انه اعمل ريبيتد فلتريشن واحصل على كلير برودكت بصورة بصورة سريعة اه إذا هذولي ممكن تو اه سجشن اه حتى اه نصنع اه اه الأروماتيك إليكزير بصورة سريعة أول شيء عنده الشجر أضيفه بعد الفلتريشن ايه وثاني شيء انه ممكن اذا عدنا استخدم التربين ليس اويلز اللي تكون مور ووتر سوليبل حتى اقلل من uh, 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 من الانسوليبيليتي اوف اويلز ان ووتر ذا شوجر كونتنت اوف اروماتيك اليكزير از اباوت 31% اللي هي تقريبا هالف اوف سيرب والكحول كونتنت از فروم 21 تو 23% باي فوليوم باي فوليوم هذه بالنسبه للاروماتيك اليكزير اروماتيك اليكزير compound benzaldehyde elixir is prepared by simple solution and it is used when bitter almond like flavor is desired ويستخدم عندما تكون uh, uh, bitter almond like flavor is desired

ما بين الاربعة الى الاربعين بالمئة ما بين الاربعة الى الاربعين بالمئة آه ثاني قسم من آه أقسام الإليكزير قلنا non-medicated elixirs وحكينا علينا هذه سابقاً آه الآن medicated, medicated elixirs are employed for the therapeutic, therapeutic benefit of the medicinal agent أكيد نستخدمه للنتيجة للbenefit from the therapeutic agent present in it Most official and commercial elixirs contain a single therapeutic agent يحتوي على single therapeutic agent مادة دوائية واحدة The main advantage of having only a single therapeutic agent is الفائدة الرئيسية أنه uh, وجود مادة دوائية واحدة هي أنه إذا غدنا نزيد أو نقلل الدوز راح تكون بصورة سلسة فقط زيادة الكمية أو تقليل الكمية اللي تأخذ من الإليكسير The main advantage of having only a single therapeutic agent is that the dosage of that single drug may be increased or decreased by simply taking more or less of the الاليكسير راح ناخذ كمية اقل او اكثر من الاليكسير وبهالحالة راح أه 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 تتغير الدوز ولكن اذا كان عندنا اكثر من مادة دوائية whereas when two or more therapeutic agents are present in the same preparation من الصعب انه اذا غدت اغير دوز of one agent ما تتغير الدوز of the another agent. اكيد uh, بصوره منطقيه من اغير ال ال الكميه اللي راح تاخذ راح تتغير لي او الاكثر الموجوده في ال preparation. Whereas when two or more therapeutic agents are present in the same preparation it is impossible to increase or decrease the dose of one without an automated or corresponding adjustment in the dose of the other which may not be desired. ممكن في بعض الاحيان ما تكون مرغوبة أن نغير الاثنين فدائما إذا أكو مادة دوائية واحدة من السهولة أنه أغير الدوز بزيادة أو تقليل كمية الإكسير اللي تأخذ Examples of medicated elixir. Uh, medicated elixir can be uh, described by further classifying them uh, according to the therapeutic activity. Can add an antihistamine elixirs, uh, sedatives, and hypnotic elixirs, expectorants, and cough preparation elixir, and miscellaneous uh, medicated elixirs. Antihistamine elixirs, antihistamines, uh, uh, therapeutic agents are useful primarily in the symptomatic relief of certain allergic disorders. Uh, in their pharmacologic effect, they suppress symptoms caused by histamine, uh, one of the chemical agents released during the antigen-antibody reaction of the allergic response. Example: Adna diphenhydramine uh, hydrochloride elixir, and uh, chlorpheniramine maleate uh, elixirs. طبعا المست انتي هيستامين ايجنت اه ار بيسيك امينز بيسيك امينز by forming salt through interaction with acid مثل ما ذكرنا قبل شوية مثلاً دايفين هيدرامين هيدروكلوريد. in making interaction with acid the compound are rendered water soluble. يعني yani إذا أجي نقارن ال water solubility of the دايفين هيدرامين مع its salt اللي هو دايفين هيدرامين هيدروكلوريد. the salt هو uh, water soluble water soluble. these salt forms uh, are used in elixir وهذا the salt form هو نستخدمه بالإليكزير so the elixirs of the antihistamine are not required to contain a large proportion of الكحول ولهذا الإليكزير of antihistamine not required to contain a large proportion of الكحول نحن ذكرنا أنه نسبة الكحول proportion of الكحول تزداد حتى إذا كان عندنا مواد آه هي آه slightly water soluble آه فأضيف الكحول آه حتى آه آه أضمن solubility of this material ولكن بحالة الأنتي هيستامين بحالة الأنتي آه هيستامين إذا استخدمنا ال salt form of أنتي آه هيستامين اللي تكون آه acid salt اللي تكون acid salt آه بهالحالة آه ما نحتاج انه نعمل ما نحتاج انه الالكزير يحتوي على لارج proportion اوف الكحول ليش لانه الاسيد سولت او انتي هيستامين ار ووتر سوليبل ار ووتر سوليبل اذا نرجع نعيد الايدمرت الاخ الانتي هيستامينك ايجنت بصوره عامه هي بيسك امين بيسك امين من نعمل السولت ما من خلال الانتر اكشن وذ يعني اجيب الانتي هيستامين اللي هي بيسك امين وعمل له انتر مع الاسيد الصوت اللي راح ينتج الصوت اللي راح ينتج من هذا الانتر هو ووتر soluble اوكي هذا الصوت هو اللي راح استخدمه بالبريبريشن اوف اليكسير ما دام هذا الصوت اللي هو ووتر soluble هو اللي راح استخدمه بالبريبريشن اوف اليكسير فما يحتاج انه استخدم لارج uh, uh, proportion of الكحول واضح. Uh, because the salts of antihistamines are used, the pH of this elixir, أش أتوقع تكون، أتوقع تكون on the acid side، تكون حامضية and must remain so if the drug are to remain freely soluble in water. ومن الأفضل أن أحافظ على الحامضية in the acid uh, side in order to remain the drug uh, freely soluble in water. freely soluble in water. فأش اخلي ببالي اخلي ببالي انه آه هذا الالكزير اذا اجي اغيد اعمل له ميكسينج وذ انذر بريباريشن لازم اخلي ببالي البي اتش اخلي ببالي البي اتش حتى uh, ما يصير uh, 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 ما أثر على solubility of this ingredient. A pharmacist should keep in this in mind when using one of these elixirs, one of these antihistamine elixir, to compound a prescription with other

water freely soluble in water okay uh, barbiturates ده تفعل hypnotic elixir طبعا uh, different types of barbiturates uh, okay, اكو اكو long intermediate short acting و ultra short acting long acting مثال عليها الفينو barbital intermediate acting الامو barbital ال short acting السيكو barbital وال ultra short acting عندنا الثايوبنتال اللي يستخدم بالانستيزيا Uh, مثال ناخذ الفينوباربيتال الكزير فينوباربيتال الكزير فورميليتد تو كونتين فينوباربيتال 0.4% which provides about 20 mg of a dry per teaspoonful uh, اللي هي 5 ملل of الكزير the elixir is commonly flavored with orange oil uh, colored red with an FDA approved colorant and sweetened with syrup the official elixir contain about 14 uh, percent uh, alcohol uh, which is used to dissolve the uh, phenobarbital however this amount is almost the very minimum required to keep the phenobarbital in solution هذه الكميه راح تكون

الاجليسيرين حتى نحسن من و ونحافظ على السوليبيليتي اوف فينوباربيتال الميسيلين يصمتيكيتد اليكزير عندنا ديجوكسين اليكزير It is used as cardiotonic uh, acetaminophen elixir national formulary which is used as analgesic and uh, especially for children and uh, it is uh, alcohol free because it is given for uh, infants so it is not allowed to give alcohol for them according to uh, FDA so that the solvent for this type is propylene glycol is propylene glycol.